هاكلها والله. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. وصلنا للفقره الطبيه بعد ما عملنا العمله بتاعتنا، يعني اللي كريم بيقول لي الله يسامحك عليها. ان شاء الله يسامحني، لما تدوقه ويعجبك هيسامحني. انا مش انا ناسي كل حاجه دلوقتي، انا كل حاجه دلوقتي ناسيها. استاذنا وزي ما دايما بقول لك عم الشباب استاذ كريم اكرم. ازيك يا كريم؟ ربنا يخليك. عامل ايه؟ الحمد لله. بنحتفل بيك عشان انت بقالك اكتر من اسبوع ما طلعتش معانا. والله انا كمان انا زعلان جدا. نعوضها بقى. انا دلوقتي مبسوط. مبسوط انبساط غير طبيعي. انا يعني انا دلوقتي مش متاقلم ان انا المفروض بقى نتكلم ويبقى جد. المفروض ناكل. انا المفروض اكل. صح. نبي يا جماعه شويه شاي بلبن عشان نعيش. نخش في الموضوع على طول، احنا المفروض ناكل. لا بس تسلم ايدك، شكلها حاجه حلوه جدا ويجنن والله. ربنا يخليك يا كريم، ربنا يخليك. ما احنا دايما بنقول العين بتاكل قبل البطن. طبعا طبعا، العين هي اللي بتاكل وهي اللي يعني هي اللي بتستطعم في الاول قبل البطن بكتير. طبعا. والله العظيم بجد هي اللي بتفتح النفس، العين هي اللي بتفتح النفس. يعني لما اشوف الاكل مرصوص رصه حلوه زي دي، شكل الحاجه كده تحس ان هي سيمبل خفيفه، شكلها حلو. الحمد لله. الحاجه الخفيفه على العين بتبقى دايما خفيفه على البطن. الحمد لله. ده لما الكلام ده يتقال من خبير تغذيه، المفروض ان وظيفته في الحياه ان هو يخسس الناس، ده يدينا ثقه بقى اكتر ويدينا تفاؤل ويدينا كمان امل ان احنا انا ممكن اقوم اعمل كل ده واكله. طبعا. طبعا والله، ومش ببالغ بجد. لا دايما بشوف ان العين هي اللي بتاكل الاول. والاكل شكله حلو قوي يعني بالنسبه لي ده جاتوه، بس هو شكله حلو قوي. بصوا كريم عامل ازاي، هيعيط. والله عيد ميلاد النهارده. نعتبره عيد ميلادك يا سيدي. انا اعتبرته عيد ميلادي خلاص. نعتبره عيد ميلادك. طيب انا دلوقتي لو انا شغاله مثلا متابعه معاك وباخد الكورس، تمام، انا ممكن اكل جاتوه؟ ممكن تاكل. انا دايما باكد على ان انا الكورسات اللي بقدمها واللي هي بتبقى هدفها التخسيس وهدفها ان هي تنزل من الوزن وتخليك عايشه حياه احسن، مش هدفها ان انت تبطلي اكل. بمعنى انا مش عايزك تمشي على نظام غذائي صرف، بالعكس كل اللي انت عايزه تاكليه على مدار اليوم بتاعك زي ما بتاكلي كل يوم. بس انا هديكي الكورس بتاعي اللي هيخليكي ما تاكليش نفس كميه الاكل اللي هتاكليها. يعني انا لو في الطبيعي مثلا وزني زايد مثلا 40 كيلو وقدامي مثلا القطعتين دول وانا طبيعي باكلهم. انا طبيعي باكل القطعتين وببقى خلاص شبعت. بس الطبيعي لا، انا الكبسوله تخليني اكل بقى قطعه واحده يعني. فهمت المثال؟ يعني هو انا ايه ما اقدرش اخد القطعتين، هي الكبسوله بتعمل ده. بتخليني اخد قطعه واحده بستكفى بيها، يعني الكبسوله بتوصل اشاره للمخ ان انا شبعان. فمش قادر اكل، فمش قادر اخد كم الاكل، فمعدتي بتصغر. هو ده الهدف يعني. برضو قبل ما ناخد الكبسوله وقبل ما ناخد الاعشاب والنقط واشرح الكورسات واشرح العرض بتاعي والخصومات بتاعتي، انا عايز اوعي الناس. او انا بقدم ايه؟ تمام. انا بقدم لك حاجه ما تحرمكش. انا بقدم لك حاجه تخليك في حاجه احسن، تخليك في الحاله اللي تكون كويسه، وما يعني ما حسسكش بان انت بتعمل حاجه يعني برضه حارم نفسك من حاجه. بالزبط. لا انت عايش حياتك عادي جدا، جدا. بتستمتع بملذات الاكل وملذ وطاب كل حاجه بمنتهى الامان. بالظبط. والناس بتخاف من كلمه جداً. كمان متابعه، ان انا بقول لما باجي اقول مثلا متابعه مجانيه والمتابعه بتبقى اسبوعيه مع الدكتور اللي انت خدت منه الكورس، المتابعه دي ما تخدش، لان انا ما بقولش المتابعه ان انت هتمشي على نظام ولا انت تاخد ميعاد الكبسوله وهتاخد ميعاد الاعشاب والنقط وانت كده كده هتحفظهم. والمتابعه بتكون ان انت بتكلم الدكتور بتقول له انا خسيت قد كذا في الاسبوع ده. بس يعني انا بقول لك ان انت بس بديك اخر اخبارك يعني، كان اتنين صحاب. انت مثلا ايه اخر اخبارك دلوقتي؟ بتكلم واحد صاحبك دكتور بس بتقول له ان انا دلوقتي خسيت مثلا 6 كيلو الاسبوع ده. فهو بيقول لك طب تمام، برافو، انت مشيت على نظام كويس، تمام، ممكن تكثف دوت بمثلا ان انت ايه ما تاكلش بالليل كتير. بيبقى الموضوع بيبقى في الصيغه دي، بناخد وندي كده مع بعض. بالظبط. يعني انت بمجرد كل الملاحظه مثلا بلاش بالليل ناكل. عشان خاطر لو مثلا انت المفروض تخس 6 كيلو، انت خسيت مثلا 4 كيلو او 4.5 كيلو، من المفترض ان في كيلو ونص، طب دول انا ممكن اظبطهم بايه؟ مش هتفيد نفسك انت، الدكتور هو اللي هيقول لك. ممكن تكون خدت الكبسوله مثلا ميعادها في يوم غلط فما اشتغلتش بشكل منتظم، او نسيتها في يوم. او نسيتها. بس دي فايده المتابعه. دي فايده المتابعه. يعني ما حدش يتخض، انا ما بمشكش على نظام. انا الكورس بتاعي نظامه خفيف جدا وبسيط جدا ومريح لكل الناس، ومش هياثر عليك لا في شغلك ولا في حياتك ولا في نفسيتك. بالعكس، انت هتاخد الكورس عادي جدا، هتخس عدد الكيلوهات اللي انت المفروض تنزلهم على مدار مده الكورس. انا عندي مده الكورس بتتراوح من 40 يوم 70 يوم 100 يوم.
دوت على حسب الكورس اللي انت هتاخده. يعني انا عندي مثلا انا فوق ال 100 كيلو، فوق ال 100 ده كيلو. الوزن الزايد بقى، وزن زايد انا وزني زايد مثلا 40 45 كيلو. طبعا ده موجود وكتير جدا. عندنا الكورس المناسب ليك بيبقى، بس انا النهارده جابوا لك في عرض، يعني هجيب لك كل حاجه النهارده بعرض. الكورسين عليهم كورس هديه. يعني هجيب لك كورسين، كل كورس بينزل 15 كيلو. انا جايب لك ثلاثه بس. حلو انت جدا. بس انت هتدفع 8-2 والثالث هيكون هديه من الشركه ليك. زائد ان انا عامل لك خصم كمان 60% على جميع الكورسات. يعني الكورسين اللي انت هتاخدهم عليهم خصم 60%. غير ان انت واخد كورس هديه. كلامك ده معناه ايه؟ معناه ان كاني بدفع ثمن كورس واحد بالظبط وباخد 2 هديه عليه. بالظبط. صح كده؟ بالظبط. بالظبط. بس احنا يعني بنهيئ لك الطريق وانت بقى ايه، امشي في مسيرتك انت، ده موضوعك انت. ارادتك، حماسك انت، ثقتك في نفسك. ثقتك في ان انت عندك مشكله ولازم تتغير، يعني دي بقى ملهاش علاقه بيا ولا ليها علاقه بدكاتره ولا ليها علاقه بكورس، انت نفسك حاسس انك عندك مشكله لازم لها حل. صح. عشان كده انا لما باجي دلوقتي بجيب لك الخصومات. وانا بجيب لك خصومات ليه؟ انا بجيب لك خصومات عشان انا كده بشجعك اكتر. بالظبط. انا بحاول طبعا ان انا اوصل لك المنتج، واوصل لك ان انت تاخده، واوصل لك ان انت تخس عليه. عشان كده بعمل المتابعه كمان مجانيه، اللي هو انا في الاخر هدفي ان انت ممكن تبعت لي صوره ليك وانت مختلف، والفرحه بقى اللي بتبقى في صوتهم بالظبط، وبجد ويبعت لك الصوره قبل وبعد، وتشوف حتى ستايل اللبس. ستايل اللبس بيبقى بيختلف. تشوف الوش، المقاس بيختلف، الالوان بتختلف. بجد يعني انا في الاول كنت بلبس حاجه، ما انا وزني زايد فانا محكوم. غصب عني بلبس حاجه معينه، غصب عني عندي ديفوات في جسمي مش ممكن تكون مش ظاهره للناس، ظاهره لي انا. يعني وبلبس اكبر من سني. بالظبط. ببقى الناس شاب كده ولازم البس حاجه اكبر من سني، وبالذات الناس اللي بتكون يعني اللي بتشتغل. ممكن يكون ما بيعرفش يتحرك بسبب زياده الوزن. عنده مثلا خشونه في الركبه، ما بيعرف، جسمه مش متحمل على وش رجله، مش قادر يستحمل ده، فلما بيجي يعمل اقل مجهود بيحس بضيق تنفس، بينهج. ده بيبقى ممكن برضو ياثر عليه في الشغل. وياثر عليه بتاثير سلبي. ده وارد ولا مش وارد؟ طبعا وارد جدا. ده اللي احنا بنحاول نقوله برضو للناس. بالنسبه برضو للستات، بيأثر عليكي بقى في حاجات كتير. بيأثر عليكي في مجهود البيت. ان انت ما بتبقيش بتعملي الطبيعي في بيتك. اللي المفروض ان انت مثلا تقومي هتنضفي، هتعملي اكل، هتغسلي، وخدمه الولاد وشغلك لو بتشتغلي، كل دوت مش هتقدري عليه. نزول السلم وطلوعه بيأثر طبعا. بتحسي ان انت عندك مش عارفه تاخدي نفسك بانتظام، وعندك ضيق تنفس، وبتنهجي وبتطلعي وبتريحي، فتحسي ان انت فرهضتي من طلعه سلم. لان يعني المفترض ان طبيعي جدا ان انت ممكن تكوني بتتمشي. ده برضو بيبقى سببه الوزن، خشونه في الركبه والظهر، فقرات الظهر، كل دوت بيبقى سببه الوزن. احنا ما بنبقاش عارفين. طب في سن صغير هل ده بيبان؟ لا ما بيبانش. لان كده كده لسه في طاقه ولسه في باور في الجسم. طب استنى ناخد مدام كريمه. اهلا بيها يا مدام كريمه. مدام كريمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك حبيبتي؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا كريمه؟ الحمد لله. الحمد لله. منوراني يا حبيبتي النهارده. ربنا يخليكي. كيف حالك؟ قولي لي يا كريمه، ليكي اي سؤال؟ انا خدت المنتج. ايوه انا خدت المنتج من الشركه. ماشي. وخسيت والله العظيم، والله العظيم انا ما بجامل، انا بتكلم بالحق الصراحه. حبيبتي قولي من غير حلفان يا حبيبتي، الناس خلاص وثقوا ثقه عمياء ما شاء الله. يعني انا خدت المنتج من الشركه، وكانت متابعه معايا الدكتوره نهى يوسف. دكتور نهى. بحييها بصراحه، الله يبارك لها بجد. اللهم بجد. امين. اللهم امين يا حبيبتي. ربنا يخليك. قولي لي خسيتي قد ايه يا كريمه؟ انا خسيت في 10 ايام 6 كيلو. في 10 ايام 6 كيلو. 6 كيلو. حلو جدا. حلو قوي. ده ممتاز فوق الممتاز. والله العظيم مش محرومه من حاجه خالص. بتاكلي كل حاجه براحتك. بصي حلت محشي حلوه كده، اكلتي محشي براحتك. النهارده انا جايه يا كريمه. معلش. وبعدين احنا ناس فلاحين، يعني السمنه البلدي بصي كل كلامنا فلاحين. سلام. ومع ذلك خدتي الكورس ونزلتي 6 كيلو في 10 ايام. والله العظيم 6 كيلو. ما شاء الله عليكي. استاذه كريمه، طب نفسك احسن؟ حركتك اسرع؟ ياه
فوق ما تتخيل يا دكتور، فوق ما تتخيل فرق. يعني فارق في حركتك. يقول لي يا دبدوب دلوقتي ما عادش بيقولها لي خالص. قولي له لا بقول لك ايه، ده احنا بقينا مزه بقى. ده احنا اتغيرنا خالص. احنا بص الصبح بنفطر رز بلبن ما شاء الله. رز بلبن ما عادش باكل خالص. بس يا كريمه بس بتفطري رز بلبن يا كريمه؟ لا لا الا الله. عشان كده خسس 6 كيلو بس. اه ده كده ده معدل، ده انجاز جامد جدا. انجاز جامد اللي هي بتقوله. اه والله والله ده انجاز بجد جدا. انا بحييك. انا المفترض مثلا 10 ايام تنزل 7 8 كيلو تفطر رز بلبن. طب اقول لها ايه طيب؟ وبعدين بتقول لك دلوقتي بتعمل محشي وبالسمنه البلدي. هتلاقي الدكتور هو اللي بتابع معاها دلوقتي ميته خالص. تفطر رز بلبن. الحق يا دكتور، الحق يا دكتور، شوفي كريمه بتعمل ايه. انا لو معايا عميل بيقول لي انا بفطر رز بلبن، ده انت جميل. احنا بس متفقين. يعني هي فرحتها ايه؟ انها مش محرومه. يعني هي قصدها ايه؟ انها عادي تفطر رز بلبن. طبعا هو عادي. والكبسوله بقى بس بكميه برضه. يعني اللي هي تقول لك الكبسوله ايه؟ بص انا ماليش دعوه، انا هفطر رز بلبن وانت عيشي بقى بس جوه. بس بكميه برضه، يعني بكميه بسيطه وما فيش مشكله تاكل اللي هي عايزاه. طبعا حلو يعني جدا. هي على فكره هي وصلت ل 6 كيلو، يعني حاجه عملت حاجه حلوه جدا في 10 ايام. مده قليله جدا يا جماعه. طبعا مده قليله. احنا لما بنيجي نزيد ال 6 كيلو ده، انا ممكن ازيد ال 6 كيلو دول على فكره على مدار 5 ايام. ازيدهم اضخم. لما اجي اخسهم صعب شويه. صعب جدا. مش شويه، لا هو صعب جدا، لان بقى هو محتاج مني اراده. محتاج ان انا ما اكلش، محتاج ان انا اعمل دايت، محتاج ان انا امشي على نظام، محتاج ان انا ممكن اعمل عمليه جراحيه. فليه كل ده؟ طيب احنا بس نعرف حبايبنا الكورس اللي استاذه كريمه مشيت عليه والعروض بقى بتاعت النهارده. تمام، النهارده العروض بتاعت النهارده. بعد كده هقول الكورس بتاع استاذه كريمه. هو عروض النهارده زي ما قلت حضرتك، النهارده للوزن الزايد اللي فوق ال 100 كيلو هو بياخد كورسين وعليهم كورس هديه. الاقل من المية اللي هو بيبقى محتاج ينزل مثلا 20 25 كيلو 30 كيلو بيبقى كورس وعليه كورس هديه. وعليه كورس هديه. بيبقوا منقسمين، واحد لسد الشهيه والتاني لنحت مناطق معينه في الجسم، زي منطقه الارداف مثلا بتبقى زايده، منطقه البطن. وبالنسبه للرجاله بتبقى منطقه البطن اكتر. كورس النحت دوت بيبقى مهم قوي ليهم، لان الرجاله بتبقى اول حاجه بتتخن فيهم هي بطنهم. منطقه الكرش اول حاجه. يعني اول حاجه بتتخن عند الرجاله هي منطقه الكرش. تمام. فبيبقى كورس النحت دوت دايما انا يعني بحب اديه لاي راجل بيكلمني، لان انا من غير ما اشوفك انا عارف انت ممكن تكون مشكلتك الاساسيه فين. مشكلتك. طيب يبقى احنا كده عندنا كورسين وعليهم كورس هديه. مظبوط. للاوزان العاليه. وعندنا كورس وعليه كورس هديه. مظبوط. للاوزان المتوسطه. وعندي كورس فردي. كورس فردي. وهبدا دلوقتي اشرح ايه الكورسات. وعلى كل الكورسات دي خصم 60%. تمام. وجايب هديه معايا برضو. بس اللي بيحددها الفريق الطبي، يعني اللي بيحددها الدكتور اللي انت لسه مكلمه دلوقتي. بتطلب منه الكورسات وبتقول له حالتك، بتقول له وزنك، بتقول له طولك، بتقول له سنك، وهو بيحدد الهديه اللي وهو بيحدد اللي الهديه. وتقول له انت عندك ضغط، عندك سكر. لازم برضو تدي له التفاصيل اللي موجوده عندك عشان خاطر يديك الحاجه المناسبه ليك. طيب ناخد عبد الرحمن. عبد الرحمن اهلا وسهلا. اهلا بك استاذ عبد الرحمن. الحمد لله بخير، ربنا يخليك. الحمد لله. كريم بيقول لك ازيك. اهلا بيك. اهلا بيك. كنت عايز اسال بس استاذ كريم بعد اذنك. اتفضل معاك. اتفضل انا معاك. اتفضل. بقول لك يا استاذ كريم، انا دلوقتي وزني 110. تمام. وسني 44 سنه. ربنا يديك طول العمر. تمام. وطولي 165، يعني مش طويل قوي. تمام. 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 فانا عندي دلوقتي مشكله، عندي مرضيه البطن والارداف، واكثر حاجه تعباني طبعا عندي مشكله في الرجل. وانا عايز اعرف هو الكورس ده يكسبني وعندي ضغط. طب كويس قوي. طيب ماشي يا استاذ عبد الرحمن، هنجاوبك. عشان انا كنت لسه بقول الكلام دوت وهقوله لك تاني برضو عشان خاطر ممكن يكون لسه بيتفرج. بس نعرفه الاول، الارقام موجوده قدامكم على الشاشه يا جماعه، ارقام الشركه، الارقام اللي هي بتضمن لكم ان انتوا تحصلوا على المنتج الاصلي الاساسي من غير تقليد. كل الارقام موجوده قدامكم على الشاشه، زائد الصفحتين على الفيسبوك هننزلهم دلوقتي. اجي فيتارم جلوبال بالانجلش، وهننزل كمان فيتارم جلوبال بالعربي. دول الصفحتين الاساسيين لشركه فيتارم جلوبال، وارقام التليفونات اللي قدامكم على الشاشه. بشكرك يا كريم. احنا عايزين لو في عندك بسرعه كده حاجه اوام ونعمل هدايا الاثنين. او النهارده الهديه بتاعت اللي بيحددها الفريق الطبي هي حزام حراري. تمام. مكون من 3 طبقات،
والبديل بيبقى بدله، واللي بيحدد ده الدكتور. زي ما ارجع تاني اقول، عندنا كورس فردي عادي جدا عليه خصم 60%، وعندنا كورس عليه كورس هديه اللي هو ثنائي الثنائي، والكورس الثالث اللي هو هيكون كورسين وعليهم كورس هديه، وكل الكورسات دي عليها خصم 60%. تمام. يتصلوا من جميع المحافظات، النهارده التوصيل مجانا لحد باب البيت في اي محافظه، زائد الهديه، زائد الهديه اللي بيحددها الفريق الطبي، اللي هي هتكون الحزام او البدله اللي بيحدد ده الفريق الطبي على حسب حالتك. تمام.